احنا معانا على التليفون مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي. ازيك يا مراد؟ ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامل والله ايه؟ يعني مش الحمد لله، مش عارف اقول ايه والله بعد الكلام ده كله. لا انت يعني تقول اللي انت عايزه، لانه الوالد اثر في انا داخل تقريبا على 48 سنه يا مراد، وانا كنت بقول الوالد كان زميل وصديق لوالدتي من ايام كليه الاداب بجامعه عين شمس، وكان معاهم بالمناسبه الله يرحمه يا رب استاذ فاروق الفيشاوي. الله يرحمه. فوالدك كبير قوي عند كل مصر وعند كل العرب، كبير قوي يا مراد. مراد انت زمانك اتخرجت من الجامعه، انا فاكر انت اتخرجت من المدرسه ثانويه عامه سنه 2016 صح؟ ده حقيقي، مظبوط مظبوط. انت اتخرجت من ايه يا مراد؟ 2016 المدرسة، و2020 سنة الكورونا الجامعة، اتخرجت قسم كمبيوتر ساينس. ما شاء الله ما شاء الله. ما اشتغلتش موسيقى ليه يا مراد؟ ايه كمبيوتر ساينس ده؟ جميل ورائع وحلو وشيء تكنولوجيا وبتاع. والله مش بإيدي، والله لو كان بإيدي، بس هو يعني بقى اللي اتربى في يعني بيت بابا ما ينفعش يعمل ده بيت بابا المشاكل ده وبيت ماما، بجد. يعني استاذة ميرفت، وانا مش بالتأكيد عايز برضو طبعا. اكبر استاذه ميرفت يعني، بس انا اصل انا طول عمري كنت اقعد اسمع البرنامج الموسيقي معكم ميرفت القفاص، فانت مش متخيل والدك ووالدتك تحديدا، مش هزار والله العظيم دون اي مجامله، اثروا في حياتي الى اي مدى وفي ثقافتي الموسيقيه بانهي شكل. انا جزء من فخري قدام ولادي اللي هم يعني اصغر منك بسنتين ثلاثه، جزء من فخري ان انا من المستمعين الناهمين للبرنامج الموسيقي وتثقفت موسيقيا عن طريقه يعني. لا ده كلام انا متاكد ان هي سامعانا دلوقتي، يعني والنبي تسلم لان عليها قوي قوي يعني. يوصل بالتاكيد. هو فعلا كانوا في البيت يعني ماسكين ما شاء الله الغربي والعربي، يعني هم اصلا اتقابلوا عن طريق الاذاعه يعني. صحيح صحيح. طب وازاي مراد ما طلعش موسيقى يعني؟ ما انا مش فاهم. والله مش بايدي، بس هي بجد الموهبه يعني عند بابا ما شاء الله كانت باينه من سن صغير خالص. صح. يعني من قبل ما هو يوعى اصلا كان في بيانو في البيت، يا دوبك صوابعه جت عليه لقوه بيطلع مزيكا، حاجه مثلا كانوا سمعوها في الراديو او كده، اللي هو ازاي الولد ده من غير اي تعليم ولا مقدمات للاله ولا اي حاجه، وهو يعني معلش مش شايفها قدر يطلع كل ده. فهي كانت الموهبه باينه من زمان قوي، وكان وصل مثلا في المدرسه في المرحله الابتدائيه 8 9 سنين كان بيألف مقطوعات يعني لوحده للمدرسه لحفلات المدرسه. فالموهبه الحقيقيه دي بتبان من بدري خالص. يعني انا مع اني مثلا كنت متربي بلعب بيانو وعزفت في الاوبرا، بس كل الحاجات دي لازم يكون كمان معاها الموهبه الربانيه دي، صحيح. وللاسف يعني ربنا اداني في حاجه تانيه بقى. ربنا ادالك اكيد موهبه تانيه في مساله التكنولوجيا وعلوم الحاسبات والحاجات بتاعت الناس العباقره دول، فعبقري ابن عباقره برضه يا مراد يعني. ربنا يخليك. طب مراد انا عايز افكر معاك بصوت عالي، ما بتفكروش انه نعمل إعادة إصدار لمؤلفات الأستاذ عمار، ممكن أحيانا بتوزيعات جديدة، ممكن بنفس التوزيعات، يعني مش عارف، أنا بحلم معاك يعني بصوت عالي. لا لا خالص، بالعكس، ده احنا دايما انا وماما مرحبين جدا لما بتجيلنا اي فكره او اي حاجات دي، سواء حفلات او اعاده نشر لالحان قديمه باصوات جديده، لان يعني حقيقي حاجات زي دي لازم تتعمل. بس هو المشكله لان احنا مش يعني ما نعتبرش في الوسط دلوقتي، فاحنا ما نمتلكش ان احنا نعمل حاجه زي دي من نفسنا. بس دايما لما بتجيلنا اي اقتراحات او اي حاجه نكون مرحبين بيها وداعمين جدا ليها في كل المستويات يعني. وان شاء الله يعني كانت في حاجات طلعت في السنتين اللي فاتوا، وحاجات اكتر ان شاء الله هتطلعها. واحنا كمان شغالين بنحاول نجمع يعني على قد ما ممكن ننزل المكتبه بتاعت عمار الشريعي اونلاين. طبعا في حاجات قضيه حقوق ملكيه وحاجات كده، بس على قد ما نقدر بنحاول ننشر حاجات نادره زي ما كنت حضرتك بتقول، الحاجات كمان اللي بصوت بابا، لان دي حاجه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. بس هو كان يعني شوف سبحان الله، يعني عمار الشريعي شايف ان صوته ما مش 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 حلو، مش عاجبه، يعني ما كانش يحب الحاجات اللي بتنزل في المسلسلات والافلام تكون بصوته هو. فالتسجيلات بقى اللي في الاستوديو والحاجات النسخ اللي قبل الفاينل كات اللي بتنزل دي بنحاول نلمها على قد ما نقدر ونحولها ديجيتال وننشرها بقى للناس ان شاء الله عشان يعني يستمتعوا بيها.
فوالله شغالين على قد ما نقدر يعني. يعني محتاجين يحصل مثلا تربيط طبعا عشان الحفاظ على حقوق الملكيات وما الى ذلك، تربيط كده مع المنتجين اللي بيمتلكوا هذه الحقوق، ونساعد انه هذه المكتبه تبقى موجوده على البلاتفورمز الكبيره بتاعت الموسيقى اللي حوالينا يعني طبعا. عشان نقدر كمان بالضبط. نستمتع. انت متخيل كم المجهود اللي انا ببذله عشان اسمع مثلا حاجه من عصفور النار، حاجه من البريء، يعني بقعد ادور كتير يا مراد، انا تعبت. لا مع الاسف هو فعلا يعني، بس والله يعني في تحسن كتير، ودي حاجه كنت بصراحه يعني نفسي اشيد ليها في البرنامج بتاع حضرتك. الصفحه الرسميه بتاعت بابا على الفيسبوك دي مقيمين عليها مجموعه شباب بجد، يعني هم شباب وكبار وصغيرين وكل حاجه، بس عاملين جهد رائع يعني، بجد حاجه مشرفه جدا، ويعني كل انا بجد مديون لهم، لان هم بيعملوا كل الشغل ده بس مقابل حبهم لبابا، يعني مفيش اي مقابل مادي ولا اي حاجه، وبيجيبوا حاجات نادره بطريقه يعني، سواء اللقاءات او الحان مثلا موسيقى داخليه من مسلسلاتنا، بجد عاملين شغل رائع، ويعني بجد يا ريت كل اللي بيسمعونا دلوقتي بس يخشوا يشوفوا الحاجات اللي بيعملوها والحاجات اللي بيطلعوها، بجد شغل رائع يعني. لو ينفع بس اقول يعني اسامي بس بعض المقيمين بيها: خالد الشنواني ده كان مؤسس الصفحه، بس احمد طراح، تامر انتيل، وليد حجاب، ريم حامد، ريد حسين، ايا الشربيني، رانيا الحلواجي، بجد انا مديون للناس دي على الشغل الرائع اللي بيعملوه، مش بس في الذكرى بس طول السنه، يوميا بتلاقي حاجات نادره هم منزلينها، مش عارف بيجيبوها منين والله. والله انا اضم صوتي لصوتك، واحنا كمان مديونين ليهم بان هم بيجمعوا لنا التراث الموسيقي بتاع عمار الشريعي بصراحه، يعني حاجه تفرح. حاجه تفرح. لا 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 حقيقي، وحاجات قديم وجديد، لان انا للاسف لان بابا يعني توفى وانا يعتبر في سن صغير شويه، فما كنتش ناضج قوي اني يعني، انا كانت علاقتي بموسيقى بابا الحاجات اللي انا حضرتها بنفسي بس، كله بما قبل 98 قبل ميلادتي، دي حاجات انا بكتشفها وانا كبير دلوقتي، وانا مكسوف طبعا اني بقول حاجه زي كده، بس فبجد بيساعدوني اشوف حاجات انا ما كنتش سمعتها لبابا قبل كده يعني. أنا أعتقد أنه التكنولوجيا اللي أنت خدت قرار تتخصص فيها ممكن هتساعد في أن احنا نقدر نوصل أكتر للتراث الموسيقي بتاع أستاذ عمار، وفي نفس الوقت وارد جدا أنه يبقى في توزيعات حتى بأنماط حديثة للموسيقى دي، بحيث أنه أجيال جديدة حتى الأصغر منك واللي جاي بعد كده ب30 و40 سنة يقدروا يسمعوا الموسيقى دي ويتذوقوها، وبرضو بالأنماط الجديدة اللي بتطلع. مظبوط مظبوط، هو فعلا إعادة النشر دي أهم حاجة، ولعلمك والله حتى من غير تصيغ جديد ولا أي حاجة، أنا مثلا حد تعرفت على فرقة الأصدقاء وأغاني فرقة الأصدقاء طبعا، وأنا مثلا في مرحلة الجامعة دي، وحقيقي الكلام والألحان وكل حاجة لسه معاصة كأنها لسه طالعة أول امبارح بجد يعني، سيد حجاب وعمر بطيشة كاتبين كلام بجد يعني مش مرتبط بزمن معين طبعا، يعني كلام المصري العامي بتاعنا مع مزيكة بابا، توليفه يعني يا ريت والله الاصدقاء، انا هكون اول حد اروح اجيب تذكره ان احضر حفله الاصدقاء تاني. والله احنا ممكن نفكر نحاول نعمل حاجه زي كده حتى ولو جوه البرنامج، ان مجموعه الاصدقاء كلها يبقوا موجودين معانا في حلقه، وانت تبقى معانا واستاذه ميرفت، ويعني نعمل سهرة كبيرة كده احتفاء بموسيقى الشريعي بجد، يعني لازم نعمل حاجة زي كده. حقيقي يعني هو والله يستحق كتير قوي، يستحق اكتر من كده، ده بجد يا مراد احنا حبينا ان احنا نسمع صوتك، وحبينا ان احنا نقعد نفكر ونحلم معاك بصوت عالي حبتين. استاذ عمار ده يعني انت مش متخيل زي ما بقول لك عمل ايه في تكوين وجدان اجيال في مصر وفي المنطقة العربية. أنا بشكرك جدا يا مراد، وأنا عارف أن أنت ممتلئ بالفخر بأنك أنت ابن الأستاذ عمار، ربنا يرحمه يا رب، 10 سنين على وفاته، وتظل موسيقاه جزء من الثقافة المصرية والثقافة العربية.